الدعوة الصينية الرسمية لوفد حركة حماس لا تأتي في إطار أول تواصل بين الجانبين، بل سبقتها لقاءات بين قيادات من حماس ومع مسؤولين صينيين قبل الحرب على غزة وبعدها. فالصين لا ترى حركة حماس تنظيما إرهابيا، وقد تعرضت لانتقادات بسبب عزوفها عن إدانة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. رفعت بقوة الصوت في الأشهر الماضية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فدعت إلى عقد مؤتمر سلام دولي مع جدول زمني ملموس لتحقيق حل الدولتين. وفي مطلع هذا العام قدمت إلى محكمة العدل الدولية التماسا للنظر في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية كما يظهر هنا على الشاشة. وفي أذار الماضي اجتمع الدبلوماسي الصيني وانغ كيجيان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر بحسب ما أكدت الخارجية الصينية. الحراك الصيني الدبلوماسي كان لافتا في أروقة الأمم المتحدة، حيث لجأت الصين إلى استخدام حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي مسيس بشأن غزة، وكان يخشى أن يطلق يد الاحتلال في القطاع. وفي الشهر الحالي أيضا أكدت الصين أن قبول فلسطين عضوا دائما في الأمم المتحدة خطوة ضرورية لتصحيح الظلم التاريخي اللاحق بالشعب الفلسطيني.